للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف من عمان الناشط السياسي عبد القادر النايل. اهلا ومرحبا بك شيخ عبد القادر. بدايه، شبكه فايز نيوز الامريكيه تقول ان اغلب اجزاء مدينه الموصل مدمره وفي حاله خراب، لماذا لم تتحرك حكومه العبادي رغم مرور عام واكثر على تحريرها كما تدعي؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما ان حكومه حيدر دعمات مارست عمليه التدمير الممنهج والمتعمد للموصل والمحافظات الاخرى بطريقه الحث على القصف المكثف وحث طيران التحالف على ان يلقي قنابله دون تنفيذ، وبالتالي هي يا سيدي العزيز لم تستطع استشهاد تحت الانقاض لدفنها واسقاط الميت دفنها، فكيف تريد للمدمرين ان يعمروا؟ هؤلاء مدمرون بامتياز وهم يعملون على تدمير مدينه الموصل بطريقه طائفيه. عندما اكتشف للعالم مؤخرا ان الضابط عبد الوهاب الساعد وكان وراء تفجير عمليه اثاره الاطباء التي تبتد بالاف السنين، فكيف تريد لهؤلاء الذين ساهموا في التدمير ان يعمروا؟ هم يتعمدون بقاء الموصل على ما هي عليه من اجل تشجيع السكان على الهجره للتغيير الديمغرافي في العراق، والا أن الميزانيات الكبيره التي تاتي الى العراق ومؤتمر البانحين في الكويت كفيل بإعادة الموصل 5 مرات وبطريقة سريعة، وبالتالي لم يهدر أن يكون هناك أي طريق للإعمار، بل بالعكس هو الفروق لحد النصف الأول من 2018 حيث بنيت الميزانية العراقية على سعر معدل برميل 49 دولار، الآن البرميل هو 70 دولار برميل النفط، فقط الفارق بين الميزانية ما يقارب 70 مليار. أين هذه الأموال؟ لو كانوا صادقين لأنفق جزء منها على الموصل، وبالتالي لشهدنا أن هناك وين تستطيع عمل الإعمار، لكنهم في هذه اللحظة لم يتقدموا بمشروع إعمار الموصل ولا أي محافظة أخرى، وحتى الإعمارات التي هي مقرورة ومطلوبة على الحكومة لم تساهم في إعطائها للمواطنين من أجل أن يبنوا منازلهم. هذا كله يؤكد على أن العبادي يعمل بحكومته وبأطراف الدعوة على بقاء هذه المحافظات مدمرة وعلى رأسها مدينة الموصل. طيب، هل تعتقدون أن التلكؤ في إعمار الموصل مقصود؟ وما الغاية من ورائه برأيكم؟ بالتأكيد عملية بقاء الموصل خربة وعدم حقيقة بنائها أو تعويض أهاليها من أجل بناء منازلهم هي طريقة مقصودة بفعل ممنهج حقيقة مرسوم لحيدر العبادي وهو حقيقة ولحكومته، وهم بالتالي يريدون عملية شعور المواطن الموصلي الذي تعتبر الموصل الخزان البشري الكبير في سنة العراق، نتكلم عن 4 مليون، حتى يتم تشجيعهم بعد أن يصل اليأس إليهم للهجرة خارج العراق، وبالتالي هذا حقيقة سيؤدي إلى عملية تغيير ديموغرافي كبير، وبالتالي سيكون هناك عملية عدم وجود سكان الموصل الاصليين، مما سياتي لاحقا انهم يكنسون من ويوزعون الاراضي على ميليشيات وبالتالي على مواطنين وعلى سكان، وحقيقه يغيروا ملامح الموصل من سكانها الى اعمارها، فلذلك القضيه متعمده بقاء خراب الموصل. نتكلم عن مدن وليست عن منازل مهدمه، مدينه الجانب الايمن مدينه متكامله حقيقة مهدمة بالكامل، ولا زالت الجثث إلى هذه اللحظة تحت الأنقاض، ولم يكلف حيدر العبادي لا حكومته ولا فريق دفاعه المدني أن يكون هناك خلية أدفى لاستشال الجثث ودفنها. حكومة العبادي تؤكد يعني عجزها عن توفير المبالغ لإعادة إعمار المناطق المستعادة. يا ترى أين ذهبت أموال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في الكويت إذن؟ كذبة عدم وجود الأموال كذبة مفضوحة حقيقة لحيدر العبادي، لأن هناك ميزانيات تشكيلية موجودة وهي تقرر الوزارات، أين أموال هذه الوزارات؟ بالتالي إذا ما شئنا وقلنا أن في الموصل ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ لأنها مدينة مكتوبة، وبالتالي ما كان المفروض أن تصرف هذه الأموال لإعادة إعمار البنى التحتية، فأين أموال هذه الوزارات؟ ثانيا، مؤتمر المانحين واضح الذي أشرتم إليه في الكويت، هذا المؤتمر حقيقة منح حكومة العبادي مئات ومليارات الدولارات،
أين هذه المليارات التي المفروض خصصت للمناطق المنكوبة التي تم استعادتها من داعش كما يقولون، وهذا كان عنوان المؤتمر، وقدمت مشاريع أجل النهوض وبناء البناء الاستراتيجي والبنى التحتية لهذه المدن وعلى رأسها البوصل. فأين هذه الأموال؟ سرقها حكومة حيدر العبادي، لأن معلوم تمام ملف فساد كبير تماما، ولم يستطع أن يقدم شيئا في الفساد لأنه هو جزء من عملية الفساد. بالتالي طرقات الأموال التي جاءت إلى خزينة الدولة العراقية من فائض ارتفاع سعر صرف البرميل النفط الواحد، لأن الميزانية التي أقرها مجلس النواب التي انتهى أقر على 49 دولار للبرميل، اليوم البرميل يباع ب 70 دولار، أين الفروقات هذه الأموال؟ لماذا لم تكن هذه الفروقات التي لم تكن في الحسبان ومن حساب الميزانية أن تكون للمدن المهدمة وأن تطلق التعويضات للمواطنين؟ إلى هذه اللحظة كأموال كانت مقصودة لتعويض المواطنين الذين تضرروا في منازلهم، التعويض الشخصي وهو سيء القانون 20 في التعويضات، لم يجمع الى فاتت تنفق الاموال لهؤلاء المواطنين. فكيف يمكن ان يعمر مدن بالكامل وهو يمتلك اليه اموال؟ انما رايت العبادي يتصرف بطريقه طائفيه بحته، وبالتالي يريدون بقاء الامور على ما هي عليه. هناك ضغوطات دوليه، وبالتالي الاموال التي منحوها لحكومه العبادي هم يطالبون ان يضغطوا على العبادي. طيب، اجل ان يعلموا اين تلك الاموال. الا تعتقدون ان المجتمع الدولي ايضا متهم في هذه القضيه، هي قضيه اعاده اعمار المناطق التي استعيدت من تنظيم الدوله، الا تعتقد انه لم يفعل جانب الرقابه ايضا؟ المجتمع الدولي وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه كانت جزء رئيسي في تهديم هذه المدن، والواجب القانوني والاخلاقي عليهم ان يساهموا في اعمارها. وهناك من دفع اموال لحكومه العبادي، وكل الحكومات تعلم ان حكومه العبادي يشوبها الفساد، وان عمليه السرقه وسرقه المال من العراق كبيره تماما. فلذلك كان المفروض عليهم ان لا يتم اعطاء الاموال لحكومه العبادي، كان المفروض عليهم ان تكون هناك شركاتهم التي هي شركات دوليه هي التي تعمل وتاخذ هذه الاموال، وبالتالي تبدا عمليه الاعمار او المراقبه. ولذلك عندما تجد تخلي المجتمع الدولي عن المساهمه المباشره في اعمار المدن وعن مراقبه الاموال التي اعطاها حيدر العبادي، فانه شريك اساسي في عمليه الفساد التي تنتهجه حكومه العبادي في تاكيد عمليه اعاده المدن واعاده المحافظات التي تم استعادتها من داعش. لذلك لا يبرؤون من هذه المسؤوليه حتى يتم الضغط علنا على العبادي لكشف هذه الاموال، او انهم بالمباشر يتم اعمار هذه المدن لانهم مساهمون في تدميرها. كان معنا عبر الهاتف من عمان الناشط السياسي الشيخ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.